في الخيمة أنا وكل أهلي، وإحنا والطلاب كله إجا علينا والرصاص. بابا راح يشوف شو فيه، لقى حكينا فيه درسين قصف، انقصفت وهو قاعد بيحكي، وكنا شربنا. بابا استشهد. بابا كان في السيارة ضل يقول أشهد أن لا إله إلا الله. الليلة تقريبا الساعة 2 الفجر سمعنا صوت انفجارات واحنا في المستشفى هان، انفجارات متتالية. نتج عن الانفجارات هذه يعني بعد دقائق معدودة عدة إصابات اجت على المستشفى الكويتي، ما بين شهيد وما بين جريح، ما بين إصابات صعبة جدا جدا، ناس رجليها مقطعة، ناس إيديها مقطعة، أطفال، نساء، شيوخ، رجال. كان الهم كبير جدا جدا جدا. كنا نايمين عادي طبيعي زي كل مرة يعني بننام، على خبط خفيف كان شيء، فجأة لقينا الخيم ضوية حمر وصار قصف مش طبيعي من كل الجهات، يعني ما عرفناش وين نروح، نطلع برا نلاقي متصوبين هان ومتصوبين هان، ما عرفناش وين